الله يمسيكم بالخير. أنا عبد الله سالم، حنا الليلة بالقرية، عندنا لقاء خفيف لطيف مع أخوي سيف الأكلوبي، مع الإعلامي العظيم عادل البنهيب. فقنا الله وياكم كل علم طيب. بقول المطافي ليش؟ ليه؟ لأن الوضع بيصير محتمي، والمسرح أنا شبهت، أنا أشبه مسرح الحفل الختامي بأنه جمرة. أنا أشهد. وبتشع ذاك الليل. أنا أشهد. أتمنى بإذن الله. الله يمسيكم بالخير وكيف الحال يا جماعة الربع الطيبين والسلام. إن شاء الله أنه كان يعني ممتع، فقرات ممتعة، هي فقرة واحدة. وفقنا الله وإياكم كل ما يحبه ويرضيه. الجميل جدا. الله يطول عمرك. ما يحتاج يا حبيبي تعال اسمي قبيح. أتمنى علي إنك ترجع شوي. تكفى. بس نحن نفس البث، أما بعد البث ما استحي منك. يا رجال الحظ. حبيبي. بالفقرة اللي عندها انزلاق وضروب. يا حبيبي حظ. صور وانت طالع فينا يا حبيبي كأنك في مسجد. الغالي جايبنا الساعة 2 في الليل بخاري بطن هذا ولا منشفة؟ اسمها خربة البخاري. لا تكفى يا سيف. سوي راحت حياتي بين حماد وحمود ورويت روي مروة البخاري. خير يا مالكيت كيف الحال؟ يا مرحبا يا ابو علي. الله يحييك. مرحبا ومسهلا. من يقول يا سلام؟ هذا ابو سالم. سري سري هذا ما له دخل بالسالفة، ما له دخل. وانا الشوق لو يربي ديني هنا البادي وانا اعود ذاك مطوع. والله اني احبك بالله، والله العظيم اول ما شفتك احسبك فلاح، اني ارتعت انا فلاح، فلاح مطير قلوبنا. ها فلاح الله يجعلني ابدا. الله فلاح العاصمي كان معنا في البرنامج استاذ حي فلاح لب. والله تبتك حنا هنا قدرنا 85 يوم لقد ما خذينا منافسة بروح أخوية وبروح محبة. إن خذيتها يا رجال فأنت تستاهلها. حنا هنا قلنا هذا خويك، لا والله لا تزعل. إن هي ريال ولا لو إنها مليار. أنت سمعت خويك ذا. أنك بتبور فيه لما أنك عبست كانك تحسد. مانع. هذا خويك. فإن خذيتها فأنا استاهلها. ما فهمت يا عبد الوحيد. وإن خذوها الرجال. عبد الوحيد. الرجال ما فيهم قصور. كل واحد يمد بيمين. عبد الوحيد. ويدحم بجنب. تسمح لي. وليه خذ المليون وخذ النوم. الله يخليها من راسه. ما الخاص. فإن خذيتها فأنا استاهلها. خذها من البرنامج وهذا نوماس يستاهله ولا جينا الا عشان بعد الله ممكن اخويا الله يجعلني فداهم رجال يقول في الكلام وفي الفعول وفي التحدي لا قدح من بيننا قدح الشراره لا تردينا ولا هو بمتردد. الف مبروك يا عبد الواحد اماكنكم يا رجال. ايوه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم، اسعد الله مساكم كل خير. والله زي ما تعرفون عندنا لقاء مع اخونا سيف الاكلبي الله يجزاه خير يبيض وجهه، لكن اتضح لي ان الرياض كنت احسبها نفس الجنوب، المشوار 10 دقائق ربع ساعة طلع باقي يبغى لنا ساعتين عشان نوصل القناة. شكلها بتهج علينا. وسلام عليكم تراني مسكوم. ايش تقول يا ابو عبدو؟ الدنيا مظلمة بدونكم. الله يطول عمرك. باذن الله مقدمين. باذن الله. نشوفكم. مرحبا يا ابو عبد الله. مرحبا. تو الله. اوف 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 اوف. وين يبقى هذيك تذكرون على زمان. وين ايامنا وين وين قضيناها. الله مني
اخوان توي اكتشف ان الدروج مرت على جميع النسخ اسماء قديمه. الله 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 ريان سن اللي يقول لي وين عاد منو شو بس كان في اول حلقه على فكره انا تنسيكم كان عندي انا من تواصلت معهم شخصيا يعني والله افداهم ابو ثقل و... كم الساعه يا حبيبي الساعه 2 بالليل مين الظهر وش انت من الليل بخالي خربط خلاص فكره متاكد المطعم ذا عندك واسطه شيء فيه يكون من الجماعه شيء كلهم من الشركه دام راسك بين خلاص اسلم يا مرحبا يا ابو علي والله لا كملها يلا حيه شيك منصدم والله غريب والله رجال واسطه يا الله العافيه المطعم لك لا تاكد قول والله اسلم يا ابو عبد الله ايش كنت تقول تقول بيتكم دور ولا دري يا اخي واو يا اخي واو ما هذا من الدجانات نسمه براد وما استمع لهم مسندات الحكيمات وشد والغالي من اهل بيبر متاهل مين اسمع 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 ترى الفراشات ما يعرفون جمال الوان اجنحتهم ابدا يعرفها عيون البشر تراك أنت جمالك روعتك أدبك خلقك قد لا تعرفه أنت لكن ترى البشر أقسم بالله إنهم يعرفون مدى روعتك ومدى رقي خلقك فعليك أن تعمل لرضا الله ثم تجمل نفسك يا صديقي والسلام يلا انزل 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 هنا يلا عم طيب بيت داش انزل تبي ولا وديتك استراح لا والله ما استراح يا والله ترى والله اي حقتي والله ايوه من هناك في هناك الوكيل حقك ما في لا لا نزل نزل والله ما ننزلك هم والله ما ننزلك ادر ابو فهد يبي يسلم عليك يحب راسك يعتذر والله كيف ها يقول تعبان اخرج جايين عشان ساعدوني 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 انا موت لا 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 ساعدوني 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 انا موت لا 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 والله اليوم مالي حيل في المشاكل اليوم ماخذه راحه مالي حيل فيكم اخذوا راحتكم اليوم لا تكون تصور من عامل المواقيت اسمع اسمع بعد ادور بعدين اخلص عصيره لا تكون تصور من عامل المواقيت اسمع اسمع بعد ادور بعدين اخلص عصيره انت مش غني تعال تعال ابي كسر ما وش عندك الحين انت اشتهرت رحت معرض الكتب تحت تحسب انك مستر بيست مش هادك نفسك نفس ما انت اول تحتك فيني شريتك محتوى في هذا ولا شريت الجوال اشتري جوال ولا الحين سحبت عليك سحبت عليك لا الحين عندي مسابقه ان شاء الله المتابعين وفيها جوال بس من التوبتي ما خذيته بتعطي محمود انا في مدرس غابني ها اقول له يا استاذ حر شغل مكيف يقول خلك قال عد الكلام قلت كلام الشيخ وين هاد وطردني ما ادري ايش فيه شخصنا الحمد لله قليل ادب ولدك يستاهل انه ياخذ ايباد اولى من المتابعين نح ما بيبه ها بجوال معي ايباد تبي ايباد ولا لا كم سعر ايش تاخرك بعد كم سعره شنو ابيع واخذ ايفون يعني كيف تبيني ابر فيك وانت خال زي كذا يعني شيخ وخبيث والله ما فيك والله بغيت اسقى
متعوجي هنا. مروح بيطلع خد هنا صح. ما تجي خال تبين ابرضك وخبيث زي كذا. انت شيخ. ما ادري ايش رايك في التمشية صدق. والله العظيم انها تمشية خايسة. افا. وبغيت كسر ضروسي. ايوه. حتى فطر ما شريت لي ومع السلامة. اوك يا الورع. منك والله من جنوبك ورع. لا تقتل المتعة يا مسلم، لا تقتل المتعة، اتركني يا أخي استمتع والله العظيم. لا تقتل المتعة يا مسلم، لا تقتل المتعة، اتركني يا أخي استمتع والله العظيم. لا تقتل المتعة يا مسلم، لا تقتل المتعة، اتركني يا أخي استمتع والله العظيم. فيه بيتين لو خليتها قاعدة في حياتك عشت مرتاح. اللي يقول أهم حاجة تعيش ونظرتك عليا لو ترخي السمع كل الناس هالراجة. وإن جاك واحد مسوي فهم الدنيا حاول. لو خيروك. أيوه. بين. معك كراسيدة ورجاء. طيب وذا الحين؟ أنا رجال. طيب ليش تقول إنه بختار كراسيدة ورجاء؟ كان قلت أنا رجال قبله. معك كراسيدة ورجاء. طيب وذا الحين؟ انا رجال. طيب ليش تقول اني بختار كراسيدة ورجال؟ كان قلت انا رجال قبله. معي كراسيدة ورجال. طيب وذا الحين؟ انا رجال. طيب ليش تقول اني بختار كراسيدة ورجال؟ كان قلت انا رجال قبله. معي كراسيدة ورجال. طيب وذا الحين؟ انا رجال. طيب ليش تقول اني بختار كراسيدة ورجال؟ كان قلت انا رجال قبله. معي كراسيدة ورجاء. طيب وذا الحين؟ انا رجال. طيب ليش تقول اني بختار كراسيدة ورجاء؟ كان قلت انا رجال قبله. معي كراسيدة ورجاء. طيب وذا الحين؟ انا رجال. طيب ليش تقول اني بختار كراسيدة ورجاء؟ كان قلت انا رجال قبله. معي كراسيدة ورجاء. طيب وذا الحين؟ انا رجال. طيب ليش تقول اني بختار كراسيدة ورجاء؟ كان قلت انا رجال قبله. معي كراسيدة ورجاء. طيب وذا الحين؟ انا رجال. طيب ليش تقول اني بختار كراسيدة؟ يا كلب. كنكم غصوب على الراحة. ها؟ كنكم غصوب على الراحة. هذا اللي قايلك مشجعك ولا ما خبت بكرر. احمد ربك اني معك واني اسمعك واجيك واديك. الله يحمد ربك. الله يحمد. دعم. عليك السلام. اسعد الله مساكم بكل خير. جميع الوادي مرحبا. انا صح صحنا طبعا. انا قايم من الظهر مقوم. أيه. العيال والشباب كلهم. أيه. انا اللي مقومهم وباذن الله متوجه لمعرض الصقور. لا تنسونا من دعواتكم وودعناكم الله الذي لا تضيع ودعه. يا سلمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا معرض الصقور انا والشباب. ارحب يا ابو علي. مرحبا ومسهلا. يا مرحبا. ارحب. الله يبقيك. الله يطول عمرك. خلصوا الشباب وتعالوا واقف. ارحبوا. وصلنا معرض العطور. عبود. معرض العطور. هلا والله. معرض العطور. معليش. معرض. بالك حاجه. ليش انتم في معرض الكتاب المفروض انكم مثقفين وتكونوا محترمين؟ تدري اني انا ما يكمل هنا مسويين محترمين وهناك مسويين راعي سكول عرفت؟ يعني انا الحين راعي طير وكذا. اوه والله. ليش احنا بالسعوديه؟ قايل لكم. شفت؟ قايل لك يا ابو عوض. قايل لك. شفت؟ والله ما يضيع لك شيء. الحلال ما يروح. الحلال ما يروح. قايل لكم. قايل لكم. شفت؟ ارحب يا ابو فهد. مرحبا ومسهلا. والله لازم انا اسعد اللحظات اللي واجهناك فيها. الله اسعد اللحظات. حسيت نفسي اني ما اعرفك. الله يطول عمرك. مرحبا ومسهلا في ذمتك. ارحب يا ابو فهد. مرحبا بك ابو علي. مرحبا بك ابو فهد. مرحبا ومسهلا. الله حيه. انا ابو ماجد سيف. انا حبيب ابو فهد. يلا حيه. اسعد لحظات المرح الشخصات رغم انه سحب علينا لكن حديناه ولقيناه. ابشرك.
ألف مرحبا ملي حبيب بخير وش حال الله يعافيك طيب وبخير كيف المعرض مرحبا والله المعرض ابشرك انه طيب وبخير ويشتعل الله يطول الله يسلمك معرض جدا جميل ولا يجيب الا الجميل اللي اشهد لله ان شاء الله يطول بعمرك شكرا لك اقسم بالله العلاج من يجيك لكسر بودكاست بس ابو خشب انت وجهك ذا اللي تقول كرهه اللي وراك ذا لا اصوت يا الحربة لا امسك والله العلي العظيم يجي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن هذه الكرفانة الثانية هذا مجلس بس كامل شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن هذه أطول الأعمار عليها سوم 650 ما شاء الله ونذكر الله هذا باب واحد بعد هذا الحلم وباب واحد بإذن الله يتحقق إن شاء الله وصل السلام أبو علي ها مع نواف مع نواف يا مرحبا نواف هلا والله أشوف خلنا نشوف ما شاء الله ها والله ما ولا شكل السلام عليكم جبنا لكم ضيف يصلح لكم مثلكم يا الجمهور والله العظيم انه يشبهني صح ولا لا بس اني انا انسان هو حيوان صح ولا لا اسد قبل ولا بعد اسد من يومي ابوك السلام عليكم هلا والله راكبين الباص رايحين المدرسه ما شاء الله ما شاء الله هذا اللي ساقط هذا اللي ساقط وين فيصل فيصل راح المدرسه يلا بيا الله يجعلني ما افضح نفسي ولا نزل شيء عندكم حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم 130 رسالة على المقطع وش ذا الشماتة وش ذا الضحك المهم نفتح بث مرحبا بكم ادخلوا من غير الجو لاني نفست هلا سنومي ايش دقتك هلا هلا يا مرحبا الله حيه هلا بلوش سنومي ايش دقتك ارع كيف الحال الله ايش دقتك معي يا اليع فلوس الدعم رجعها اليوم اوكي Bella ciao, partigiano, portami via, e mi sento via. Oh, Jimov, ma è il mezzo,
امس مسويين حفل تخرج والله يا الحين مشينا مشي والله تكفى يا كم مشينا قبل خطوه انا والله ناكثر وانا اتحداك انا اكثر والله ناكثر الو مركز اقدامي مركز اقدامي والله تعبنا يا ولد ارحب الله حي جانا فاعل خير لا اله الا الله يلا حي يا ولد يا ولد من رفيقه من فين لا ابغى احد يودينا ذا الحين وين تبون مرحبا ومسهلا اسعد الله مساكم يلا حي ابشركم اني طيب وبخير ولا علي خلاف الامور مستتبه لحد الان الامور طيبه رجعنا والرجع حميدا حميدا ولا حميدو ارفع صوتك عشان يدرون فعلا غششني عشان ما تجي حميدا حميدا انا اقول احمد امشي ارحب اول شيء يلا حي ويا مرحبا ايش تقول انت رجعنا لا انت عطنا علمك رجعنا والرجع اليوم جالسين فرحوش على الكرسي العادي هذاك افتكيت معه ابشركم الامور طيبه وحبينا بس نسلم عليكم ونعلمكم اني انا متواجد يا مرحبا يا عصوف انا لا يهينك وبيض وجهك اللي ودوني يا مرحبا الله يبيض وجهك هلا مبارك يا مرحبا ومشحلة وحياك الله والله يبيض وجهك ازاع مرحبا ترى عيب المطر الله حيه يا هلا جاكم خير حالك الله حالك الله زين زين وكل كل امورك يا مرحبا ومشي ارحب على الصمال يا انا يومني شفتك بروح معك ارحب والله ما نخليك جيتني انت وجا العصوف وجا يا مرحبا ومشي شو خير يا رئيس هلا والله هلا متى اروح انا على البل ان شاء الله البل ها البل جوا على الصمال اقرب ها عقب الشهرين يا مرحبا حياكم الله ما نبي اوفر واقول حنيت وزي حركات شنار ما يحبها بس فعلا والله انه وحشه هالمكان اقسم بالله يا المكان انه وحشه فعلا الحياة والأماكن بالناس اللي فيها ما هو بالأماكن نفسها يا الله قسم بالله شعور غريب ما أدري كيف أشرح يا رب لكن يلا هذا حال الدنيا يلا فوالله ارحب مرحبا يا ابو هيف الله يبقيك ارحب ترى حب المطر مرحبا والله العظيم اليوم هذا جميل براد فاضيه والقريه فاضيه اللهم لك الحمد بس بتصير مزعجه بعد شوي ايه بدون بتصير مزعجه بدون تلميحات هذا ايه تلميحات ولا تجديد لا واضح هو اتوقع شخص وحيد واللي بيزعج الدنيا كلها يلا احنا جاهزين المهم بالنسبه لي انا عارف انه من الناس اللي انا اقتدي فيهم بالاعلام فلي شرف والله اني اكون معك في نفس الفقره لب والله قلبك سيف ترى ابغى اشغلني يقول افتح مايكك فما لا اوه قفل والله ذا الحين يلا محمد رحنا يلا تابعونا يا سلام عليك انت معي ارحب ملايين الله يجعلني مرحبا والله مسلم والله ثم والله اني اعزك اكثر من سلطان يا ربي طول عمرك ما تقول شيء خلني اشوف اقول اعزك اكثر من سلطان ما سمعك يكلم ما هو بيسمع الجوال يبي له معنى معنى عادي تصير ما يسمع اوه صار جوالين ومشغول مليون شيك يا لا لا ما شفناك سلطان لو الله ثم الرجاء ذا والله ما تدبر لي واقول ابي وجهي يا ربي طول عمرك ترى كنت وياك والله كيف كنت وياك انا متسحب خويك شنو كاجا سبحانه والله كنت احتاجك يا ولد انت مغرب وكاي قلت له انت طول عمرك يا ابن
وش الاشياء اللي وكل شيء قسمه نصيب قسمه اي نعم خلها اي نعم في الحياه في الحياه بشكل عام.